على الفريق الأول لكرة القدم واستعداداته لمباراة الغد إن شاء الله، وكمان طمنا على الأمور الخاصة بالجانب الاجتماعي الخاص بالأعضاء والمصيف واللي احنا اتكلمنا عليه في بداية الحلقة. مهم جدا إن شاء الله في مباراة بكرة إن الفريق نقدر نشوف من خلال المباراة نفس الأداء اللي شفناه في مباراة المصري. طبعا كل مباراة بيبقى ليها ظروفها، كل مباراة بيبقى ليها طريقة اللعب والأمور التكتيكية الخاصة بالجهاز الفني لخلال الفريقين، لكن مهم جدا إن شاء الله شخصية النادي الأهلي تستمر في الظهور اللي شفناه خلال مباراة المصري. مهم جدا كمان إن شاء الله استمرار تألق بعض اللاعبين اللي تألقوا خلال الفترة اللي فاتت، وأبرزهم في الحقيقة صلاح جمعة، لعيب مهم قوي، لعيب عنده مهارات. يعني مش محتاجين ان احنا نتكلم عن صلاح جمعه لان الناس كلها مدركه مدى اهميه صلاح جمعه ومدى امكانياته الرائعه اللي باذن الله هتفيد النادي الاهلي الفتره الجايه، وهتفيد كمان المنتخب المصري باذن الله لما يختاروه في بطوله الامم الافريقيه لو استمر طبعا على هذا المستوى. وفي اعتقادي الشخصي ان صلاح باذن الله هيكون يعني بنفس المستوى خلال الفترة الجاية، وبإذن الله إن شاء الله يكون إضافة للنادي الأهلي ومنتخب مصر. كمان تألق أحمد فتحي في وسط الملعب في المباراة الأخيرة كان شيء مهم قوي، بداية أحمد فتحي العودة لمستواه، وإحنا كلنا واثقين في أحمد فتحي كامل الثقة وكل الثقة في إمكانيات هذا اللاعب ذو الخبرات العظيمة في الحقيقة. أحمد فتحي اللاعب الوحيد المصري الوحيد اللي شارك في كل البطولات والمحافل العالمية كلها سواء على مستوى الأندية أو مستوى المنتخبات، فبالتالي عنده خبرات عظيمة جدا، وبالتالي كمان إضافة قوية جدا وبدنيا كمان. أحمد فتحي لعيب مهم شفناه في نص الملعب في مباراة المصري، لعيب مميز جدا يعني، فإن شاء الله يستمر في هذا المستوى بجانب كل اللاعبين اللي بإذن الله يكونوا موفقين في حصد 3 نقاط جديدة في مشوار النادي الأهلي في بطولة الدوري. النهاردة بالمناسبة في عدد من المباريات المهمة جدا في بطولة الدوري، أبرزهم بالنسبة لنا احنا كمنافسة على القمة بيراميدز ومصر المقاصة. لو الماتش بيتلعب يا جماعة يا ريت تقولوا لي النتيجة كام، لو ابتدى مش عارف هو ميعاده الساعة كام في الحقيقة، لكن أكيد ده مباراة مهمة لأن فريق بيراميدز هو المتصدر في جدول بطولة الدوري مع وضع في الاعتبار أنه هو لعب مباراتين كمان أكتر من الأهلي والزمالك. التعثر مش هيفرق معانا قوي، قولي الاتحاد السكندري كسب النجوم 2-1، ده برضه مباراة مهمة جدا، وحرس الحدود متعتم على الإسماعيلي 1-0، إيه تاني؟ وسموحة وجونة 0-0، مقصة بقى وبيراميدز إيه الأخبار؟ طيب لسه هيبتدي الساعة 8 مباراة المقصة وبيراميدز، ودي مباراة مهمة، وأكيد كمان نتيجة النجوم والاتحاد كده بشكل كبير النجوم خلاص يعني شبه بيودع الدوري الممتاز بعد الهزيمة الاتحاد بنتيجة 2-1، لكن مهم بالنسبة لنا مباريات القمة بيراميدز مع المقاصة. النتيجة مش هتكون مؤثرة قوي بالنسبة للنادي الأهلي، ليه؟ لأن النادي الأهلي الأمور كلها لسه في إيديه، يقدر إن هو يفوز بكل المباريات، بلاش يفوز بكل المباريات، إحنا يعني طبعًا نتمنى إن هو يفوز بكل المباريات، لكن أنت لو كسبت 6 مباريات وتعادلت مباراة كمان الدوري بتاعك، إن شاء الله بإذن الله، ده طبقًا للحسابات والأرقام، يعني أنت دلوقتي المركز الثاني لو كسبت المباريتين الفرق مع بيراميدز بقيت أنت الأول فارق 4 نقاط عن بيراميدز. الفرصة بالنسبة لك مواتية ومتاحة بشكل كبير جدا انك بإذن الله تفوز ببطولة الدوري، وده اللي بإذن الله جمهور النادي الأهلي مستنيه واللاعبين مركزين عليه ومدركين مدى أهمية الفوز بالبطولة هذا الموسم بالتحديد دون الخوض في بعض التفاصيل اللي كلنا عارفينها، لكن مهم جدا ان انت تفوز ببطولة الدوري هذا الموسم. طيب دي كانت بعض الأخبار الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واستعداداته للمباراة الغد. نروح لبعض الأخبار المحلية. امبارح زي ما كلكم تابعتوا كده أسعار تذاكر مباريات مصر في بطولة الأمم الأفريقية. الأسعار يمكن غالية شوية في الحقيقة، وناس كتير جدا وردود أفعال كتيرة ظهرت من خلال الجمهور المصري في البداية لأن ده الأهم، ومن خلال بعض نجوم الكرة القدامى ومن خلال بعض الفنانين. يعني الوضع كان صعب في الحقيقة امبارح، ان تذكرة الدرجة الثالثة تبقى ب 200 جنيه ده شيء هيكون صعب شوية على الجماهير المصرية اللي انت محتاجها، الجماهير المصرية بتاعت الدرجة الثالثة اللي انت محتاجها في بطولة الأمم الأفريقية، اللي انت محتاجها تشجع في الملعب، اللي انت محتاجها تآزر المنتخب بالشكل المطلوب. طبعا كل الجماهير المصريه اكيد هيعزروا المنتخب بس في طرق مختلفه. في ناس تبقى قاعده بتتفرج بتتمتع بالمباراه او نفسها المنتخب يكسب، بس مش هيقعدوا يهتفوا ويقعدوا يشجعوا وكلام من ده. في ناس بقى اللي هم بتوع الدرجه الثالثه دول اللي احنا كلنا منهم
دول اللي مهم جدا حضورهم، ومهم جدا ان انت ما تحطش اي عوائق في طريقهم عشان يحضروا بطوله الامم الافريقيه. انت المستفيد، انت المستفيد لما الجمهور ده جمهور الدرجه الثالثه هو اللي يكون متواجد في 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 المدرجات، هو اللي آزر المنتخب مصر، هو اللي انت لو لا قدر الله متاخر بهدف هو اللي يقدر يرجع اللاعبين للتعادل للفوز كمان في المباراه، وانت مستني ان انت تاخد البطوله دي على ارضك. فطبيعي جدا انت تحاول ما تحطش اي معوقات سواء ماديه او بشكل اخر امام هؤلاء الجماهير ان هم يحضروا. طبعا 200 جنيه للدرجه الثالثه ده شيء كتير جدا، و400 جنيه للدرجه الثانيه برده شيء كتير، و600 جنيه للدرجه الاولى، و500 للدرجه الاولى علوي. يعني امور في الحقيقه كانت صعبه امبارح، وبالتالي وزير الشباب والرياضه النهارده اصدر بيان مهم جدا وقال انه هيتم اعاده النظر في اسعار التذاكر. وانا بقول لحضراتكم لازم ان التذاكر اسعارها هتقل شويه. يعني الدرجه الثالثه بالتحديد، الدرجه الثالثه بالتحديد هتبقى يعني اعتقد هتنزل 50%، لان ده شيء هيكون مهم جدا للجمهور المصري في الحضور. ادينا شايفين الجمهور المصري، هو ده جمهور الدرجه الثالثه بمختلف بقى انتماءاته، اهلاوي زملكاوي اسماعيلاوي مصراوي اتحاداوي، كل الجماهير دي المصريه بشكل عام مهم جدا حضورها ومهم جدا مؤازرتها بقوه للمنتخب. فنتمنى باذن الله ان يتم اعاده النظر، وزي ما شفنا النهارده البيان الخاص بوزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي واللي اكد وطمن كل الجماهير ان هيتم اعاده النظر في اسعار التذاكر الخاصه ببطوله الامم الافريقيه. في الحقيقه كان خبر صادم امبارح، وشفنا ردود افعال كبيره جدا من كل المصريين وكمان من كل نجوم الكوره والفنانين وكل الشعب المصري بشكل عام. ان شاء الله هيكون في تصحيح للوضع. اسعار التذاكر خلينا اقولها لحضراتكم بالتفصيل اللي هي صدرت امبارح، ده اللي باذن الله هتكون قبل التعديل باذن الله. يعني اللجنه المنظمه للبطوله امبارح اعلنت عن اسعار التذاكر اللي هياخدها منتخب مصر او هيكون فيها طرف. يعني تبلغ تذكره الدرجه الثالثه 200 جنيه، وده شيء صعب جدا. الدرجه الثانيه 400 جنيه، الدرجة الأولى 600 جنيه، وتذكرة الدرجة العلوية 500 جنيه، وتذكرة المقصورة الرئيسية 2500 جنيه. المقصورة العب فيها براحتك مش مهم، زود فيها براحتك مش مهم، لكن المهم بالنسبة لنا كلنا كمصريين إن أنت الدرجة الثالثة، ويا سلام بقى لو الثانية كمان، إن أنت ما يبقاش الأسعار مبالغ فيها كده بس، عشان إن شاء الله بإذن الله نشوف الجمهور اللي إحنا منتظرينه في بطولة الأمم الأفريقية. طيب دي لقطات طبعا من الجمهور المصري العظيم، واللي ان شاء الله باذن الله يكون ليه دور كبير جدا في فوز منتخب مصر ببطوله الامم الافريقيه. وكلنا من اجل المنتخب ومن اجل اتحاد الكره ومن اجل اللجنه المنظمه ومن اجل وزاره الشباب والرياضه ومن اجل في كل من هم ان شاء الله باذن الله يكونوا سبب في تحقيق بطوله الامم الافريقيه. واهم سبب هيكون الأبرز في تحقيق هذه البطولة هو الجمهور المصري، الجمهور اللي بيشجع بقلبه، الجمهور اللي هيقعد يهتف من المدرجات، الجمهور اللي هيشد من أزر اللاعبين في المباريات في المواقف الصعبة. وزي ما شفنا كده في عدد من المنافسات الكتيرة في الكرة المصرية بشكل عام أهمية تواجد الجمهور. وانتوا كمان او كلنا كمان عايزين منظر الملاعب كله يبقى كلها يبقى كويس بحضور الجماهير، ومهم جدا يكون في اعداد كبيره في كل المباريات، فبالتالي ما نعطلش الجمهور على انه يحضر المباراه. بالعكس احنا المفروض نساعده ان شاء الله يكون متواجد ويأزر المنتخب المصري بكل قوه، ومش بس المنتخب المصري، هو يأزر المنتخب المصري بس لكن يحضر المباريات كلها بتاعه بطوله الامم الافريقيه، عشان ان شاء الله باذن الله البطوله تنجح بالصوره اللي احنا بنتمناها، ونشوف تنظيميا وكل الامور الخاصه بالبطوله تنجح بالشكل المطلوب اللي بنتمناه. يعني طيب دي بعض الاخبار، او ده خبر الابرز محليا يعني في الحقيقه. و من ضمن بقى الاخبار المهمه جدا بالنسبه لنا كلنا كمصريين، ومباراه الغد ما بين برشلونه وريال مدريد في الكامب نو وملعب برشلونه، مباراه صعبه جدا ومهمه جدا للفرقتين، نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، فبالتالي مباراه هتكون صعبه جدا، مباراه ليفربول وبرشلونه. فبالتالي محمد صلاح طبعا متواجد في هذه المباراه، البعض بيقول ان هو مصاب، لا محمد صلاح سليم وان شاء الله هيكون متواجد في المباراه بشكل اساسي. ونتمنى، أنا عارف جمهور برشلونة كتير قوي في مصر في الحقيقة، أنا مش منهم، بس يعني نتمنى فوز محمد صلاح كمصريين.
او عن نفسي يعني او عن ناس كتير جدا من المصريين او جمهور ريال مدريد كمان بالتحديد، اتمنى فوز محمد صلاح في هذه المباراه وباذن الله يتاهل للنهائي، ولسه في مباراه الاياب في الانفيلد في ملعب ليفربول فهتكون الاسبوع القادم بالتحديد يوم الثلاث، فان شاء الله خلال مجموعه المباراتين نتمنى كل التوفيق لليفربول ونتمنى ان احنا نشوف كره حلوه، واحنا مش نتمنى هو هنشوف كره حلوه لان في الحقيقه كل مباريات دوري ابطال اوروبا افضل بطوله على مستوى العالم على الاطلاق، ما تقوليش بقى كاس عالم ولا اي حاجه، لا افضل بطوله على مستوى العالم تتمتع بيها او فيها بكوره هي بطوله الشامبيونز ليج الاوروبي، فان شاء الله هنشوف مباراه قويه جدا النهارده، كمان في مباراه الساعه 9 ما بين اياكس وتوتنهام، مباراه برده في نصف النهائي اللي هيكسب من هنا ومن هنا يتاهلوا سهويا للمباراه النهائيه، فان شاء الله كل التوفيق. بمناسبه محمد صلاح، صحيفه سبورت الاسبانيه عملت تقرير كبير جدا النهارده عن محمد صلاح وقالت في عنوان التقرير ده ان صلاح الى قمه المجد، وقالت فيه ان اللاعب كان بيسافر يوميا 5-6 ساعات من نجريج مكان طبعا محمد صلاح وفي طريقه للقاهره وبتحديد ملعب المقاولون العرب عشان يتدرب مع الفريق، وان هو من خلال هذا المشوار الكبير قدر ان هو يصل لهذا الاسم اللي هيواجه طبعا بكره ميسي، بيكي، كوتينيو طبعا كان زميله في ليفربول، راكيتيتش، ناس كتير جدا طبعا من نجوم برشلونه، لكن محمد صلاح بقى اعلى من بعض النجوم في برشلونه، ميسي طبعا التوب هو رونالدو، بعديهم محمد صلاح وبعض النجوم العالميه في الحقيقه بشكل كبير. محمد صلاح وصل بينا لمكانه كبيره جدا في الكره العالميه في الحقيقه، ما كناش نحلم في يوم من الايام ان احنا نشوف نجم مصري يصل لهذه المكانه يعني. نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. دي كانت اهم الاخبار الخاصه ببدايه حلقه الاهلي الليله النهارده، لكن النهارده الحلقه مهمه جدا لان هيكون فيها بعض الفقرات الهامه. الفقره الاولى هتكون من او مع الدكتور المفتي ابراهيم طبعا، هذه الشخصيه الكبيره والخبير التدريبي العالمي، وهنتكلم فيها في بعض الامور العلميه الخاصه بكره القدم اكثر منها فنيه واكثر منها اي حاجه اخرى. الفقره الثانيه كمان هتكون من خلال زميلي العزيز كابتن خالد العودي وهي خاصه بالعاب مختلفه داخل النادي الاهلي، نتمنى كل التوفيق في كل الالعاب بدايه من كره القدم ان شاء الله بكره وفي مختلف الالعاب، ممكن بعض الالعاب ما يكونش النادي الاهلي بينجح فيها هذا الموسم لكن ان شاء الله تكون بدايه لعوده اقوى بالنسبه للنادي الاهلي في مختلف الالعاب والنشاط الرياضي بشكل كامل، وده اللي بيتمناه كل جمهور النادي الاهلي. نروح لفاصل، بعد الفاصل نبتدي اول فقراتنا النهارده مع الدكتور طبعا المفتي ابراهيم، وخلال الفاصل ده او قبل الفاصل على طول هيكون معاكم تقرير مع الدكتور هشام زعزوع طبعا رئيس شركه التنميه اللي مضت العقد النهارده مع التعمير والتنميه اللي مضت العقد النهارده مع مجلس اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب في اطار الدور الاجتماعي البارز اللي بيقوم بمجلس اداره النادي الاهلي والمصيف الخاص باعضاء النادي الاهلي في مارينا، وهذا الخبر الصار بشكل كبير جدا بالنسبه لكل الأعضاء الأهلاوية في مختلف المقرات. نروح لتقرير فاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل من خلال أولى فقرات حلقة الأهلي الليلة النهاردة، استنونا.